طبعا كابتن اسلام نجاح. المشروع في الالعاب الاخرى يعني غير خمس مشروع. بطولات والخمس بطولات بقى اللي هم معشوقين لجماهير النادي الاهلي بالزبط. اللي هي الكوره كره القدم. المشروع والتخطيط والفكر انت وصلت لمجموعه حاجات، جهاز فني، مجلس اداره متعاون، صحيح، لعيبه، الاختيار، كل ده رغم انك انت في اول الموسم اتحاربت عشان الانتقالات الشتويه والصيفيه وجبت مين وما جبتش مين. الراجل كيف اموره على الموجودين. شابوه كابتن محمود الخطيب لوجود كولر، راجل عنده فكر، عنده اسلوب. راجل قال لك كلمه في مؤتمر، قال لك انا راجل جعان بطولات، عايز صحيح. عايز كل البطولات احققها، وانا دلوقتي مش مصدق ان انا حققت ده كله صحيح. فالقادم بالنسبه لي ان هيبقى فيه 9 بطولات 8 بطولات انا موجود. حقق التارجت الخاص بيه ان هو دوري عام، خد السوبر، خد افريقيا، الحاجه المحببه للنادي الاهلي. الاهم واللي بيفكر فيه دلوقتي ان الراجل عزل لعيبته، رغم ان كل الناس فرحانه بمكسب النادي الاهلي، عزل لعيبته، عمل استبعاد عن اي ادلاء باي احاديث او اي كلام في الصحافه صحيح. يفكر في مباراه ايجابيتها بطوله تانية. ايجابيتها بطوله تانية. عزل اللعيبه عن كل شيء، خرج من اللعيبه اللي هو عايزه، خلى اللعيبه كلها مستوى واحد، خلانا كل الناس نقاد ورياضيين ولاعيبه محترمين في اي تشكيل للنادي الاهلي. التدوير العام اللي عمله كان على اعلى مستوى.